تعالوا بقى نعمل الحاجه اللي احنا بنهتم دايما بان احنا نعملها من اول حلقه من هذا البرنامج. الحقيقه الكلام ده ينطبق على قناه الاهلي بشكل يعني كامل بشكل كبير، كل البرامج بتعمل كده، ولكن بطبيعه الحال احنا في 10 الصبح في الاهلي بنهتم جدا الحقيقه يمكن بشكل زياده حبتين بان احنا نلقي الضوء على من يستحق القاء الضوء عليه او عليها. بنهتم جدا ان احنا نبروز الناجحين والنجاحات نتيجة نجاحاتهم دي. من هذا المنطلق هنتكلم النهاردة على نموذج مشرف جدا للمرأة المصرية وللفتاة المصرية، نموذج فريد. هنتكلم عن بطلتنا المصرية فريدة عثمان اللي فازت بالميدالية الفضية في سباقات الميت متر حرة ببطولة أمريكا المفتوحة للسباحة اللي أقيمت في ولاية نورث كارولينا في الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر. جاءت فريدة في المركز الثاني في سباق المئة متر حرة بعد ما حققت زمن قدره 55 ثانية و9 و40 كسر من الثانية خلف الأمريكية كلير كرازان صاحبة الذهبية، والمركز الأول بزمن قدره 54 ثانية و93 كسر من الثانية. الميدالية دي خليني أقول لحضراتكم اللي هي فازت بيها فريدة عثمان هي التالتة لها في بطولة أمريكا المفتوحة للسباحة. حصدت كمان ميدالية ذهبية، ده كان في سباق 50 متر حرة، وحصدت ميدالية فضية في سباق 100 متر فراشة، ده قبل البطولة. فريدة كانت متحمسة ومبسوطة جدا بعودتها للمنافسات الدولية، وكتبت ده على صفحتها بالسوشيال ميديا، وبعد الإنجاز كمان اللي حققته وجهت الشكر لجمهورها وأعربت عن سعادتها لأنها بداية قوية، وقالت كده تحديدا بداية جيدة بالرغم أني ما نزلتش سباقات من 6 شهور، مبسوطة أني نزلت سباقات تاني وإن شاء الله البطولة الجاية أحسن. شكرا لكم جميعا على دعمكم المستمر. هي نموذج جديد بان احنا كلنا نفخر بيه، ويعني دايما زي ما كنت لسه بقول لكم بنهتم جدا في البرنامج بهذه النقطه، بناكد على ان احنا دايما عندنا ابطال من ذهب في كل الرياضات وفي كل الالعاب. وكمان شيء مشرف جدا لما نلاقي كل الصحف والمواقع الاوروبيه والعربيه بتبرز نجاح فريده عثمان اللي ابتدت مشوارها مع السباحه وهي عندها 4 سنوات فقط، طبعا بقرار من والديها اللي حبوا ان هم يعلموها السباحه هي وشقيقها. وبطبيعة الحال مع تألقها قرر المدربين ان هم يشتركوا بيها في اول بطولة ليها وهي عندها 11 سنة، وكانت بطولة الجمهورية اللي حصلت فيها يعني وقتها على كأس افضل سباحة. فريدة من مواليد عام 1995 يعني عندها حاليا 25 سنة. نموذج فعلا رائع جدا، وبطولة الجمهورية دي كمان كانت دافع قوي ليها عشان تكمل المشوار بتاعها مع السباحة وتحقق في انجازات كان برضو يعني من اهمها لو فاكرين عام 2011 كان زي ما كريم قال عندها 17 سنة وحصلت على اول ميدالية عالمية ببطولة العالم ساعتها للناشئات، وكانت اول لاعبة مصرية وقتها تحقق هذا الانجاز وتحقق رقم قياسي جديد في منافسات ال 50 متر فراشة. سعداء بهذا النموذج الناجح للمرأة المصرية وللمصريين يعني عامة، لان الشخص الرياضي او اي شخص بيروح وينجح في الخارج ويرفع على مصر هو بيشرفنا جميعا، يعني هو ساعتها مش بيتحدث باسمه فقط، هو بيتحدث باسم البلد، فاكيد احنا كلنا سعداء، دي زي واحده مننا، فاكيد احنا بنبقى فخورين جدا ونتمنى كمان ابطال تانيين كتير ان شاء الله يوصلوا لبطولات عالميه ومراكز اولى على العالم ويرفعوا اسم مصر دايما باذن الله. فريده من الناس اللي فعلا تحدثت باسم البلد وكان صوتها عالي ومجلجل في كل المحافل الرياضيه المتعلقه بالسباحه على الصعيد العالمي كله. فريدة عثمان هي أول سباحة مصرية بتوصل للأدوار النهائية في بطولات العالم، وأول لاعبة مصرية بتوصل للدور قبل النهائي في أولمبياد ريو دي جانيرو الماضية في البرازيل، وأول لاعبة مصرية بتحصل على ميدالية برونزية في بطولة العالم للكبار في عام 2017، ورجعت كررت نفس الإنجاز بعديها بسنتين في 2019. طبعا كل ده إلى جانب الإنجاز الأخير اللي حققته بتحقيقها لثلاث ميداليات في بطولة أمريكا المفتوحة. حاجة جميلة ومشرفة جدا الحقيقة. حاجة جميلة جدا.